السلام عليكم، اليوم جئتكم بموقع أو قد نسميه منصة يمكنك أن تربح منها أكثر من $500 في الشهر. فبكل بساطة هذا الموقع متخصص في بيع الدروس، يمكن لهذه الدروس أن تكون ملخصات، يمكن أن تكون تمارين وحلول، يمكن أن تكون دروس في مجال الطب، دروس في مجال الهندسة، دروس في مجال التاريخ، دروس في مجال الآداب، دروس في مجال البرمجة، دروس في مجال الاقتصاد، دروس يعني في كيفية المونتاج. كل ما يخطر في بالك يمكنك أن تحقق منه مبالغ كبيرة من خلال هذا الموقع الذي سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن بدون أن أطيل عليكم، فرابط الموقع ستجدونه أسفل الفيديو مع شرح دقيق ومفصل. والآن دعونا ننتقل إلى الشرح. إذن كما تلاحظون معي فهذه هي واجهة الموقع: كسب المال عن طريق بيع وثائق الدراسة، اكسب ما يصل إلى $5,000 في الشهر، نشارك مستنداتك مع 10 ملايين من الطلاب، تحصل على ما يصل إلى $10 في كل مرة يشاهد فيها الطالب الواحد، يعني كل مبيعة تكسب من خلالها $10. طبعا سنتعرف على هذه الأشياء إن شاء الله في القادم من الفيديو. إذا لاحظوا معي هنا، إذا نزلنا هنا إلى الأسفل فهناك بعض البحوث أو بعض الدروس التي بيعت، وبيعت يعني بأثمنة طبعا بعدد كبير جدا. فمثلا لاحظوا معي، فهذا الدرس فهو في تشريح، إذن عدد مرات البيع 734 مرة بيع، إجمالي المبيعات $4,404 فقط، يعني تكون من 9 صفحات. نفس الشيء بالنسبة لهذا، بيع 672 مرة، إجمالي المبيعات $3,360. لاحظوا معي، سأنزل هنا إلى الأسفل، لاحظوا معي مثلا هذا البحث فهو يتكون من 2 صفحات فقط، قد يكون ملخصا في المحاسبة. فعدد المرات التي بيع هي 361 مرة، وإجمالي المبيعات هي $2,166. نفس الشيء بالنسبة مثلا لهذا البحث، عدد صفحاته 3 صفحات، فهو في الرعاية الصحية، بيع 423 مرة، إجمالي المبيعات هو $3,807. جميل جدا. إذن لاحظوا معي هنا، فحقيقة هذه المسألة لم تكن سابق في الموقع، نحن نقبل المستندات بجميع اللغات. إذن فالموقع كان يقبل يعني بعض اللغات القليلة، أما الآن فأصبح يقبل جميع المستندات وفي لغات مختلفة ومن جميع الدول، لأن هناك كانت بعض الدول محظورة كفلسطين وسوريا ويعني وغيرها من الدول المحظورة على هذا الموقع، والآن أصبح جميع الدول العربية وجميع الدول كيفما كانت نوعها يمكنها أن تربح من خلال هذا الموقع، وأن تدخل إلى هذا الموقع الذي يزوره أكثر من 10 ملايين طلاب في طبعا الشهر. وهناك الملايين، سنراها الملايين من الدروس التي تم تنزيلها على هذا الموقع. إذن حقيقة الموقع رائع ومعروف جدا. إذن كيف يمكننا أن نعمل على هذا الموقع؟ إذن أولا سندخل لنتسجل في الموقع. فعملية التسجيل بكل بساطة سهلة للغاية، ما عليك إلا الدخول والضغط على سيناب، ثم هناك لاحظوا معي يمكنك أن تتسجل في أقل من 10 ثواني. لاحظتم معي هنا، هناك 3 طرق للتسجيل في الموقع: إما أن تدخل الإيميل ثم الاسم المستخدم والباسورد، أو يمكنك التسجيل عن طريق جوجل، أو عن طريق الفيسبوك، أو عن طريق لينكدين. إذن بالنسبة لي أنا سأختار جوجل، سأضغط على جوجل ثم سأختار هذا الجيميل، وسيعطيني هنا مجموعة من الشروط والبنود المتعلقة بهذا الموقع. إذن يمكنكم قراءة هذه البنود والشروط كاملة. إذن سأشير على أنني قرأتها ثم سأضغط على أنني موافق. إذن كما تلاحظون معي فالعملية سهلة وسهلة جدا. إذن سأتمم هذه المعلومات وأنا سأختار سكول، مثلا سأختار أنا جامعة ابن طفيل، ثم هنا يمكنك أن تختار صورة، مثلا سأختار صورة معينة
مثلا سأختار فقط يعني صورة، شو سأختار هذه الصورة. إذا سأضغط على continue، ثم بعد ذلك سأضغط نفس الشيء على continue. الخطوة الأخيرة سأضغط على done. كما تلاحظون معي فهذه هي واجهة الموقع والذي سنشتغل عليه، ولكن نسيت أن أقول لكم بأن الموقع سيرسل لكم رسالة فقط لتأكيد عملية التسجيل. إذا ستضغط على verify email ثم بعد ذلك سينقلك مباشرة إلى هذه الواجهة. إذا فهذه هي واجهة الموقع بكل بساطة. إذا فكيف يمكننا أن نرفع الملفات وما هي نوع الملفات؟ سبق وأن قلت لكم فجميع الملفات يمكنك رفعها على هذا الموقع ويمكنك الربح من خلاله. كما تلاحظون معي فهنا يمكنك أن ترفع الملفات يعني كتابة معينة في مجال السيونس، المجال العلم أو العلوم بصفة عامة، ثم مجال البرمجة كما تلاحظون معي، جافا، لينكس، النت، جميع البرامج، ثم أيضا المات أو الرياضيات، ثم هنا الأداب، وهنا البيزنس، ويعني كثير من الدروس والمجالات التي يمكنك أن ترفع الدروس فيها. إذن فمن أين سنرفع الدروس؟ بكل بساطة ستضغط على هذه الأيقونة الدالة على الدولار، ثم بعد ذلك سينقلك إلى الواجهة التي سترفع عليها الملف. ستضغط على أبلود ثم تختار الملف الذي تريد أن ترفعه، مثلا ليكن هذا الملف مثلا فقط يعني على سبيل المثال. إذا ستتمم بعض الأشياء المتعلقة بهذا الملف كاختيار العنوان الملف والوصف ويعني غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالملف الذي سترفعه. كما قلت لكم يمكن أن يكون تمرين وحل التمرين، تمرين وحل فقط، وستربح من خلاله يعني الأموال. أي شخص اشترى هذا الملف ستربح من خلاله 10 دولار. وقد يتساءل أحدكم ويقول لي وهل يمكنني أن أبيع الملف لمرات متعددة؟ فطبعا كما شرحت في بداية الفيديو، نعم يمكنك أن تبيع الملف المئات بل الآلاف المرات. يمكنك بيع هذا الملخص أو الدرس أو التمرين أو أي كان. إذن السؤال الذي يطرحه الجميع أعتقد هو كيف يمكننا أن نسحب الأموال من هذا الموقع؟ فبكل بساطة ما عليك إلا التوجه إلى المينيو، ثم تتوجه إلى ماي بالانس، تضغط عليها. إذن هنا سيعطيك الوسائل أو سيعطيك يعني الحقيبة الخاصة بك وكم حققت من المبيعات. فبالنسبة لي أنا لم أحقق أي مبيع لأنني فقط يعني أشرح هذا الموقع، وتضغط هنا في الأسفل. إذن هنا سيعطيك الموقع الوسائل التي يمكنك أن تسحب منها الأموال. لاحظوا معي هناك البايونير، وهناك الباي بال، وهناك يعني تحويل الأموال، وهناك الويسترن يونيون. الرائع في هذا الموقع هو أنه يدعم الويسترن يونيون. إذن فحقيقة فلهذا أحببت هذا الموقع ويعني شاركته معكم. فرائع، رائع جدا. يمكنك أن تسحب الأموال عن طريق هذه الوسائل المعروفة، حتى يعني الشيك، فيمكنك أن تسحب الأموال من خلال الشيك، ولكن الأجمل في ذلك هي الويسترن يونيون. فحقيقة بالإضافة إلى هناك يعني مجموعة من الأشياء يمكنكم اكتشافها في هذا الموقع، فأنا فقط إني أعطيتكم شرحا يعني عاما وشاملا لهذا الموقع. أنتم يمكنكم أن تتخصصوا، أن تدخلوا يعني لكل خانة خانة ولكل أيقونة أيقونة لتكتشفوا أشياء كثيرة عن هذا الموقع. إذا أتمنى أن يكون الشرح على الأقل فتح لكم بابا من أبواب الربح من الإنترنت. فطبعا الموقع ستجدونه أسفل الفيديو، وأيضا أتمنى أن يكون مفيدا لكم، فإن كان كذلك فلا تنسوا مشاركته مع الآخرين، وإن كان لكم أي تساؤل فلا تترددوا بتركه أسفل الفيديو، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.